اليوم هو يوم وطني، هو وصول الكويت إلى الفضاء عبر جامعة الكويت. نحن فخورون جداً بفريق العمل كويت ستات 1 وانطلاقة القمر الاصطناعي الأول في المنطقة إلى الفضاء. اليوم حدث تاريخي وحدث مهم جداً وحدث وطني، وهو متواكب مع رؤية الكويت نيو كويت، الكويت الجديدة 2035. هو أحد المشاريع الوطنية الكبيرة جداً التي نفخر فيها، هي تطبيق التنمية المستدامة إن شاء الله بتدريب كوادر كويتية من أبنائنا الطلبة، من أبناء جامعة الكويت، من الدراسات العليا والبكالوريوس. نحن نحضر جيل جديد لدراسة الفضاء ولدراسة تكنولوجيا الفضاء، ولذلك فجامعة الكويت الآن بصدد تأسيس مركز لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الكويت، فننطلق من هنا إلى الفضاء. وكل عام وأنتم بخير، وتحياتنا إلى الشعب الكويتي وإلى جامعة الكويت وكل من عمل على هذا المشروع.